اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في الفقره الثابته دائما بيكونوا معانا كريم سعيد. ازيك يا كريم؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام. انا بعرف ادلعك بس ما بعرفش ادلع كريم. اقول له يا كيمو. كيمو. اخبارك يا كيمو؟ كله كويس؟ الحمد لله. خليني الاول ابدا ناخد كلمتين الاول عن بعد هزيمه السوبر المحلي وفوز النادي الاهلي في مباراته مع امبي. ولكن اداء جيد افضل من مباراه السوبر، ولكن في النهايه ليس هو اداء النادي الاهلي. في كل الاحوال طبعا ماتش امبي انا بعتبره رد فعل تلقائي من اللاعبين اللي حصل في ماتش الجيش. ماتش السوبر بالنسبه لي طبعا مبروك طلع الجيش قدموا اللي قدروا عليه، بس في وجهه نظري ان كان في فرص كتيره وطرق كتيره لينا ان احنا نكسب المباراه دي، سواء تكتيكيا او فنيا او روحا او معنويا، يعني في كذا حاجه. أيوة. مباراه في وجهه نظري كانت انا شفتها 120 دقيقه اللي شفتهم، مباراه كانت سهله وكان طبيعي جدا جدا يكون عندنا كذا طريق للمكسب اذا طريق اتقفل. بمعنى انا بحط تكتيك وبحط طريقه لعب في البدايه، الدنيا بشوف الماتش ماشي ازاي، الدنيا وقفت ببدا استخدم امور اخرى، واللعيبه نفسها حتى ايفن اللي هم لقوا ان الامور اللي هم متفقين فيه عليها مع الجهاز الفني قبل المباراه ما مشيتش، ممكن احنا يعني ببعض التعب الزياده كنا نقدر نخلص المباراه في 120 دقيقه. بعض الامور الفرديه كمان. لكن يعني قدر الله وشاء فعل مفيش مشكله، ولكن في وجهه نظري ماتش انبي هو ليس مصالحه لاي شيء، يعني مش واخده مصالحه لحاجه، هو رد فعل من اللاعبين، وده كان الشغل اللي هم لازم يعملوه في مباراه، في مباراه الكاس لازم تكسب ولازم تأدي فيها ما يمكن تأديته عشان تتأهل للدور التالي، عشان طبيعي طبيعي النادي الاهلي بينافس على بطوله الكاس، ومفروض يفترض يعني وصلنا لدور الثمانيه وصول طبيعي، وصلنا للسيمي فاينل ان شاء الله باذن الله وصول طبيعي، وصلنا حتى للفاينل وصول طبيعي، وساعتها نسال مين المنافس بتاعنا في ماتش الفاينل، فنبدا نقول وغالبا الزمالك. نبدا بقى ساعتها نقول حجم الفريق، يعني طبعا ملعب نادي الزمالك في الفاينل طبعا مباراه ليها حسابات كتيره والامور الفنيه والتكتيكيه تتدخل بنسبه كبيره جدا، انما مع طبعا والله مع كامل احترامي طبعا النادي طلع الجيش قدموا مباراه ممتازه والكابتن عبد الحميد بس، ولكن ان انا في اطار اللي هو بيشتغل فيه دايما ان انا اخسر المباراه قدام فريق وقع بدنيا بعد الدقيقه 55، فريق في وجهه نظري الشخصيه اقل بكتير على المستوى الفردي من الفرقه اللي احنا قابلناها في الدور الثاني في الدوري السنه اللي فاتت، حتى على يعني مستوى خط الدفاع، حتى كان هنا كابتن اسلام قلنا خط الدفاع كان اسلام جمال واحمد علاء الاثنين اتقل بكتير من علي فيلو وخالد سطوحي اللي لعبوا قدامنا في مباراه السوبر. كامل احترامي لا بصراحه الخساره امام طلائع الجيش ملهاش اي مبررات عندي وملهاش اي تبريرات، وخساره تزعل تزعل جامد جدا جدا جدا، وتخلينا نقعد فتره نطالب بان الجميع يعمل الشغل بتاعه قبل الاشاده وقبل الذم. يعني احنا بصراحه حتى مهما حصل مش انا على المستوى الشخصي مش هشيد، لا ده شغل انت محتاج تعمل شغلك، وما تعمل شغلك اوكي امشي سقف كمل، لما احس لما نحس ان انت عملت بقى حاجه اوفر جدا 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 على وتنسينا مباراه الجيش ده ممكن ساعتها نبدا نسقف. طيب ده كلام كويس جدا، ولكن ايضا على الجانب الاخر هناك مكاسب عديده جدا في هذه المباراه اللي هي مباراه امبي. احنا رجعنا شويه لورا لان احنا ما اتقابلناش من يوم مباراه طلائع الجيش، هم مربوطين ببعض بصراحه، هم بالظبط هم مربوطين ببعض، يعني ماتشين ثلاثه او يومين ثلاثه ما بينهم وما بين بعض. ولكن في النهايه ايضا النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا هناك مكاسب عديده في مباراه امبي. انا اعتقد ان من وقت يعني في من لحظه الانتصار بتولد لحظات الانتصار، يعني احنا قبل كده كنا خسرنا من سان داونز يعني وكانت هزيمه يعني من لحظه الانتصار بتاعت دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت مفيش فرقه بتكسب على طول، اكيد ممكن يكون طبعا المدرب كان مثلا غير موفق، اللعيبه كانت غير موفقه طبيعي، وعلى فكره هم اعترفوا يعني كل اللاعبين. انا الميزه بالنسبه لي بمناسبه كلامك يا كريم، الميزه بالنسبه لي يمكن عشان اتكلمت مع معظم اللعيبه، لكن انا الميزه بالنسبه لي ان اللاعبين اعترفوا بذنبهم وتقصيرهم في هذه المباراه، وبالتالي ان انت لما بتكلم لاعب برضه وتقول له انت ما كنتوش كويسين يقول لك ايوه انا عارف ان انا ما كنتش كويس وان انا الفتره اللي جايه والجمهور وهعمل واخلي واسوي،
ان اللاعب يقول كده اعتقد ان دي بدايه جيده برضه. في دي بدايه جيده لكل الناس، يعني تصحيح الاخطاء اللي حصلت في المباراه او في الفتره اللي فاتت تحديدا، ده امر جيد. يعني انت الانكسار اللي حصل ده انت بتبني عليه، كان ممكن يكسب وكان ممكن كنا ممكن نكسب ونداري على الخطا وما نحسش، كان يبقى انتصار خادع مثلا، لكن انت خسرت وفي نفس الوقت بتتعلم من الاخطاء، وده النادي الاهلي اتعلمنا كده على طول في مدار تاريخ النادي الاهلي، ان احنا بنتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها واللي حصل فيها عشان نصلح عشان نبني للي جاي. ده المهم جدا، وده اعتقد ان بدا يحصل في مباراه انبي. يعني في انا بشوف ان بدر بنون دخوله يعني بصراحه واحد من ما كانش بيلعب مثلا في المباراه اللي فاتت، اليو ديانج الدبابه البشريه اللي ما كانش موجود برضو وجوده في الاثنين المحترفين تحديدا، المحترفين احنا جايبينهم عشان يدوا لك الفارق، سواء بدري بنون سواء اليو ديانج سواء واحد زي علي معلول سواء ميكسوني سواء بيرسيتاو. لكن المباراه طبعا مباراه انبي احنا تفوقنا فيها في كل شيء. طبعا انا بشوف ان انبي كان اقل شويه من طلائع الجيش فنيا على مستوى اللعيبه على مستوى القدرات، بصراحه انبي اقل شويه، ولكن انت تفوقت في كل شيء، تفوقت في الاستحواذ، تفوقت في التمريرات، تفوقت في المحاولات، تفوقت في الضربات الركنيه، كل شيء. ده ما ينفعش ننكره، يعني لو استعرضنا الارقام هتلاقي مثلا النادي الاهلي الاستحواذ بتاعه كان يعني 69%. انا الحقيقه قبل بس ما اتكلم على مباراه انبي، لان انا لفت نظري، لان انا فاكر الرقم ده، احنا فاكر ان احنا قلنا على التمريرات الطوليه، على التمريرات الطوليه ما قبل مباراه الجيش. صح، قبل مباراه الجيش قلنا ان هي 48 48 قلنا للجيش و44 للاهلي، حتى قلنا ان هي متقاربه جدا. في المباراه الثانيه اللي هي مباراه السوبر كانت 52 او 52 في 120 دقيقه، 120 دقيقه، وبالتالي تقريبا هو نفس حضراتكم حضرتوا ان يا جماعه احنا لازم يعني نلاقي حلول. احنا ليله المباراه قلنا لازم نلاقي حلول للتكتل الدفاعي، وقلنا نفس الطريقه اللي هيلعب بيها كابتن عبد الحميد بسيون اللي هي 4-5-1 وبتتحول، وان هو النتيجه نفس الاسماء والنتيجه لو استمرت قلنا هيدفع بمدافع ثالث وهيقفلها وهتقلب بخمسه ورا، وده اللي حصل بالظبط. قلنا ان كان لازم يبدا حلو، هو اللي انا وجهه نظري كانت المشكله في التاخير في التغييرات. انت من بدري كان لازم يبقى عندك جرأه هجوميه، خاصه ان المنافس زي ما كريم قال قل بدنيا، فانت كان من زمان يعني من بدري من بدايه الشوط الثاني وفنيا من بدايه الشوط الثاني كنت تقدر تدفع بحساب عشان كده عارف يا كريم، هو ده اللي مزعل الناس، ان انت انا خسرت بطوله ما كانش المفروض ان انا اخسرها، ولكن فريق الجيش ادى بشكل جيد وكل حاجه، ولكن يعني انت كنت اقل حتى من فريق الجيش. اسلام، دايما دايما منظومه النادي الاهلي قبل ما حد يطلب المبررات لخساره او نتيجه سلبيه، مباراه يعني الناس دايما عندها القابليه انها تطلع المباراه الاول. ايوه مفيش مشكله وندافع وكل حاجه، لكن حذاري من الخساره غير المبرره، هي دي اللي بتعمل ازمه. بس هي هنا كان في تبرير. ايه هو التبرير؟ التبرير ان اللعيبه بعد التبرير بالنسبه لي كان بعد المباراه. لا لا بجد والله. أيوه. لانه اصل الواحد مر بالظروف ان انت تطلع وتتكلم وتقول ان انا قصرت، وان انا كلاعب قصرت، وان انا كمدير فني حتى في المؤتمر الصحفي قال ان انا قصرت. كل الناس يعني لما الكل بيجمع ان هو قصر، ايوه اعتقد ان ده شيء جيد. انا فاهم. لا ده اوكي، بس ده مش بسميه تبرير، انا بسميه محاوله لان احنا نصلح الامور. احنا وقت محتاجين، يعني احنا طبعا طبيعه منظومه النادي الاهلي ما بنفكرش في اللي فات كتير، بس نتعلم منه. ليه؟ بالزبط. عشان النقطه المهمه بقى ان احنا نتعلم من اخطائنا. يعني حتى مثلا في دوري السنه اللي فاتت احنا قلنا هنا، وانا قلت هنا في برنامج، ان موسيماني محتاج وقت الناس تصبر عليه عشان يتعلم الظروف المحليه، لان احنا فعلا على المستوى الافريقي موسيماني ماشي بنسبه ممتازه وفوق المتوقع. ما اعتقدش في حد يعني كان يتوقع واحنا بنمضي مع بيتسو موسيماني ان احنا هنحط عليه تارجت انه ياخد 2 دوري ابطال ورا بعض، ده ما كانش هيحصل. لكن على المستوى المحلي احنا محتاج نبقى في حقيقه قدامنا واضحه، وهي ان مش كل مباراه هنحتاج ان احنا نسكاوت المنافس بتاعنا، لان الدوري المصري يتكون من 18 فريق، منهم لا يقل 12 فريق حتى هتلاعبهم بنفس الستايل. مش هيغيروا هم، بس في 6 فرق هنحطهم على جنب كده، منهم نادي الزمالك، نادي بيراميدز، نادي المصري، نادي الاتحاد، ربما احط الاسماعيلي، بس الاسماعيلي في الفتره الاخيره برضو بيلعب زون ديفنس نفس الفرق الاخرى. بس ال 12 فريق دول انت محتاج انك تفرض شخصيتك عليهم، لان هم انا مع كامل احترامي المقومات الفرديه والامور الفنيه للفرق دي مش عاليه قوي. والدليل على ده احنا خسرنا الدوري السنه اللي فاتت بسبب ماتشاتنا مع الفرق الاقل من المتوسط والفرق الضعيفه،
مش مع الفرق الكبيره. احنا عملنا احلى ماتشاتنا قدام الزمالك مكسب 2-1، كنا ممكن نكسب بنتيجه اكبر. ماتش 1-1 الفريق بيلعب لغايه 1-0 بشكل ممتاز جدا وافضل من الزمالك، من الزمالك ما رجعش غير لما احنا رجعنا. ماتش بيراميدز اللي هو ماتش 2-2 غلط محمد الشناوي بعيد عن الخطا، عملنا مباراه كان ممكن النادي الاهلي يخرج بسكور تاريخي على نادي بيراميدز. الماتش الدور الاول يعني تعادلنا 0-0 باخطاء تحكيميه فجاه، والنادي الاهلي كان بيلعب بشكل جيد جدا. ففيتس موسيماني فعلا ما فيش خوف عليه، او بيقدم مستوى جيد قدام الفرق الكبيره اللي فاتحه خطوطها اللي بتلعب معها ماتش شطرنج. انما ازمتنا واضحه جدا جدا واضحه، ودي حاجه كويسه في الاسلام انك تعرف فين المشكله. المشكله عندنا قدام الفرق الاقل متوسط والفرق الضعيفه اللي بتعمل زون ديفنس وتبدا تخنقنا وتخلينا مش عارفين نلعب. هنا لازم يتم تغيير التكتيك، وهنا دي النقطه اللي انا بعيدها وبكررها تاني. مهم قوي 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 في محاولتنا الثالثه يبقى ادائنا احسن من المحاوله الثانيه والمحاوله الاولى، عشان انا احس كده انا اتعلمت. انا احس ان انا اتعلمت، عشان احس ان انا درست واتعلمت من الموقف اللي انا اتعرضت له قبل كده. انما انا العب ماتش السوبر وزياده نص ساعه، وطبعا نص ساعه طبعا عارف نص ساعه في كوره زمن كبير جدا، ضيف عليه انك بتلعب نص ساعه قدام فريق انتهى بدنيا، نادي طلع الجيش نزل الوقت الاضافي منهك بدنيا تماما. فكنت اتمنى ان اشوف دراسه افضل لماتش الدوري نطبق في ماتش السوبر، لان فعلا ماتش السوبر كان سهل جدا نكسب. طيب خلاص اللي حصل حصل، نعمل في اللي جاي. اللي جاي مهم جدا ان احنا ندرس كل ده ونفهم تماما ان طيب. في فرق كتيره انت هتلعبها كوبي وبيست كويس جدا، ولكن ال 20 يوم هيفرقوا طبعا، هيفرقوا كتير جدا. ان انت بمناسبه كلام كريم بتقلق ده مهم جدا، ان انت في الفتره دي يعني تكمله لكلام كريم، انت بتفرض شخصيتك، بس انا شايف اللي ناقص برضو ان يبقى في ثلاث حاجات كمان. اول نقطه انت بتفرض شخصيتك، بس لازم يكون عندك توازن. ازاي؟ انت خسرت بعض الماتشات كنت كسبان فيها وما قدرتش ان انت اتعادلت بسبب ايه؟ زي ماتش البنك الاهلي مثلا، ماتش بيراميدز، بسبب ان ما عندكش نوع من التوازن. الحاجه الثانيه لازم يبقى عندك جرأة. زي مانويل جوزيه مثلا كان بيكسب المنافس نفسي اكتر من صح، برافو عليك، من تكتيك. بمعنى ايه؟ انا النهارده هغير احمد السيد باك ليفت وهنزل مهاجم. المنافس بيحس من جواه ان الراجل ده خلاص احنا هنتغلب، بينزل لك مهاجم. مره طلع وائل جمعه كراس حربه مهاجم، كان دايما بيعتمد راس حربه لما يتزنق. في مباراه من المباريات 2-0 للاتحاد وخلى اتنين ورا، ماتش ماكي وخلى اتنين ورا، بس اتنين قدام حسام عاشور. دي التغييرات دي بتبقى يعني جرأة هجومية من بدري، مغامرة، بس المغامرة مع النادي الاهلي مطلوبة، صح؟ خاصة ان انت بتلاعب فرق اصلا بتدافع ل 11 لاعب قدام عند منطقة جزائهم زي ماتش طلائع الجيش. فانت كان من بدري، من بداية الشوط الثاني كان لازم يبقى عندك جرأة اكتر من كده، وفي نفس الوقت لازم برضه في بعض الماتشات في دوري يكون عندك نوع من التوازن. ان انت يعني هو في افريقيا مميز جدا، لكن في الدوري مثلا بيبقى مميز وعنده جرأة، ولكن بيبقى مفيش توازن احيانا. بعض الماتشات بتهرب شويه بسبب عدم وجود التوازن. ان انا دلوقتي الناس بدات تقول لي واحنا ماشيين في الشارع واحنا هنلعب في افريقيا، يعني بدات الناس تتكلم بهذا الشكل ان انت في افريقيا بس. لا يا جماعه، انا وجهه نظري بصراحه ان الفتره الاخيره فيها اجهاد كبير جدا، اللي هي ما قبل الدوري اللي هي خساره الدوري، وما بعد الدوري اثر بشكل سلبي. او طبعا قفشه وشريف مستواهم يعني تراجع، رغم ان شريف احسن مهاجم في مصر وقفشه احسن لاعب في مصر واحسن صانع العاب في مصر، الاثنين مستواهم في اخر الماتشات قليل. ليه؟ عشان كده انا بالنسبه لي ال 20 يوم دول، هم الاهم، هم متنفس. البدايه، هم المتنفس، هم اللي هيبتدي. حتى هو النهارده مثلا هو قاعد بيتفرج على الماتش الودي، قاعد فوق جايب معاه محلل اداء جنبه وحاطط الكاميرا الفيديو. اعتقد ان هو كان بيركز على تحركات اللاعبين، مش فارق 7 8 7 10 20، مش فارقه، لكن اللي فارق معايا هو تحركات اللاعبين جوه الملعب. ازاي محمد هاني لما يتحرك لجوه، محمود وحيد لما يطلع لبره، لما يقف احمد عبد القادر هيقطع من النص ازاي، حسام لما ينزل، حسام حسن لما ينزل لتحت. هي دي اللقطه اللي انا وجهه نظري هي اللقطه الاهم في بمناسبه اللقطه دي. كمان على فكره الراجل بيعتبر موسى متلابه اللي هو اللي جنبه ده اكتر من محلل اداء، يعني هو بالنسبه له هو مدرب مساعد ومحلل اداء الاثنين. موسى متلابه يعني يعتبر ده شيء جيد، يعني حته ثقه ما بين افراد الجهاز الفني ده جاي. لكن نقطه كابتن سلام انا عايز اقولها وبصراحه، يعني في مباراه الكوره ساعات انت بتحتاج لفتره، خصوصا ماتش الدوري، ان انت بتجمع نقط، وكمان الدوري يحسم باكبر عدد من النقاط قدام الفرق الضعيفه والمتوسطه. مهما كانت الفرق الكبيره، يعني مثلا نادي الزمالك خصم قوي جدا
خصم صعب، لكن في الاخر الماتشين بتوعه ست نقاط زيهم زي الفريق اللي نزل الانتاج الحربي، ست نقاط خلاص موضوع انتهى. لكن المهم انك تجمع النقط الكبيره. المهم بقى نحط القاعده ان مش لازم كل ماتش احط فيه التاتش بتاعي، شرط ممكن افضل ثلاث اربع ماتشات خمس ماتشات بلعب بنفس السيستم بنفس السكواد بنفس القائمه بنفس كل حاجه. لا بس عكس كلامك في الاول ان انت كل مباراه لازم محتاج ان انت تغير فيها. لا انا بتكلم في ماتشات الدوري، ماتشات الدوري في 12 فريق شبه بعض شبه بعض. انا مش محتاج ان انا احلل كل فرقه بتحليل مختلف، لان ساعات التحليل الزائد عن اللزوم ما بيجيش. ممكن يدور ممكن يدور. كابتن عبد الجليل كان معايا امبارح قال لي مثلا بمناسبه الكلام ده عشان الناس تفهم كابتن عبد الجليل كان معايا امبارح قال لي على حسام غالي مثلا، هو قال له ايه يعني واقف مع مرة قال له انزل بدماغك للعيبه اللي حواليك. نعم. معنى ايه؟ ان معنى بمعنى ان حسام كان بيعمل حاجات ممكن اللي حواليه ما يفهمهاش قوي، تفكيره اعلى من زمان. فممكن دلوقتي ده اللي انت بتقوله. أي. ده المعنى اللي انا فهمته، ما اعرفش صح ولا غلط. صح صح. بمعنى ان انا يعني في مباريات مش محتاجه ان انا احلل. ايوه مش محتاج ان انا اعرف اكسبها ازاي. مش محتاج اتعامل معاها كانها في الشامبيونز ليج مش دوري الابطال. لا مباراه بسيطه مباراه سهله وما تديهاش اكبر من حجمها، لانك لو اديتها اكبر من حجمها ممكن المباراه تتازم بدون داعي. فاحنا محتاجين نتعامل معاها على قدها، هي قدها كده اهو، ونعرف ان طالما ان المنافس من النوعيه اللي احنا بنتكلم عليها دي الهدف المبكر يحل لك كل حاجه، كل شيء انتهى. لانه وانس نوصل 1-0 هو مجبر يفتح خطوطه، فتح خطوطه انت كده شديته للشارع بتاعك في افريقيا انه يفتح بقى ويلعب الكره اللي انت عايزها. انما لو وصلت عليك الدقيقه 60 او الدقيقه 70 بدون ما انت متقدم في النتيجه، ايه اللي بيحصل عندنا كابتن اسلام؟ بيحصل حاجتين، ضغط عصبي شديد جدا عند اللعيبه، ودايما الاعتماد على بلس 90، دايما بنستنى جون البلس 90. ده صعب جدا طبعا انك بتضغط نفسك عصبيا، والضغط العصبي معروف في الطب الرياضي انه اشد واعنف من الضغط البدني. يعني انا ممكن الضغط ابقى تعبان كجري، انما لو انا بجري وانا مضغوط عصبيا وماتشات ورا بعض، وكنا بنتكلم في ايه؟ احنا ماتش كل يومين وثلاث ايام بنلعب بنفس السيستم، بنلعب بنفس السيناريو، مضغوطين ونوصل الدقيقه 90 وعايزين نجيب الجول عايزين نجيب الجول. طب ما هي اللعيبه مش هتعيش معايا كده كتير. فمهم قوي ان انا تفكيري للدوري المحلي يبقى مختلف تماما في تنظيمه وتخطيطه عن بطوله الدوري. في نقطه بس اخيره صدق. كمان الضربات الثابته، الضربات الثابته بتاعه النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي كانت في البدايه جيده الحقيقه، لكن في البدايه فيها بيتعمل فيها تكتيك، لكن انت في الضربات الثابته لا، في لعبها اعتقد ان ال 21 يوم الجايين دول لازم يتم تحفيز اللعيبه بعض الضربات الثابته، سواء الضربات الركنيه او الضربات الثابته على الاجناب او اللي حوالين منطقه الجزاء، لازم نستغلها. لازم انت ممكن تفك التكتل الدفاعي ده بضربه ثابته، بضربه ثابته يعني تسهل عليك الماتش كتير جدا. فده اللي لازم الجهاز الفني طبعا يشتغل عليه الفتره الجايه، الضربات الثابته في خلال ال 21 يوم، خاصه ان انت كسبت حاجات كتير جدا في مباراه انبي ومباراه وديه النهارده، في مكاسب كتير جدا. وبرده التزات من خارج منطقه الجزاء برده مهمه جدا، لان احنا برده ما اعرفش لما بشوفتش عمال افتكر في يعني القضيه غير القضيه طبعا القضيه دي ما حدش بينساها، القضيه دي ما حدش بينساها، لكن انا بتكلم على ما بعد القضيه. عمال تفتكر في مش هتلاقي كتير، مش هتلاقي اهداف كتير جبتها من بره على الرغم من محاولات مثلا مجدي قفشه، لكن مثلا عندك واحد زي اليو ديانج ما اعتقدش ان تسديداته، عمال افتكر يعني بيحاول بس مش على المرمى حتى، يعني على المرمى اخر مباراه كان عنده مساحه سلية الحقيقه كان بيشوط كويس جدا. فالحاجات دي كلها اللي حضراتكم بتتكلموا فيها هي حلول للفتره الجايه لتكتلات كبيره جدا. وعشان كده انا دايما بقول ان ال 20 يوم دول ال 22 يوم دول متنفس كبير جدا جدا لبيتسو موسيماني. هنكمل كلامنا وناخد بقى بعض الايجابيات او الايجابيات اللي حصلت في مباراه انبي، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نتكلم عن اهم الايجابيات يا كريم اللي موجوده في مباراه انبي، وخلينا نبدا بالابرز اليو ديانج او اليو ديانج. بالنسبه لي اليو ديانج وعمر عبد القادر يعني مكسبين اعتقد النادي الاهلي، يعني المفروض اليو ديانج مش مكسب جديد، يعني ما ينفعش اقول اليو ديانج مكسب جديد. اليو ديانج يعني اصبحنا بنقول كده اول مباراه بصراحه له حتى من ايام رينيه فاينر، مفروض يفترض وجهه نظري الشخصيه طالما اليو ديانج جاهز نفسيا وجاهز بدنيا وجاهز تكتيكيا، فهو يعني من الاوراق الاساسيه في النادي الاهلي، وان هو بيديك ورك ريت عالي في نص الملعب. من اهميه يعني تكتيك كره القدم نص الملعب هو اكتر خط بيحتاج فيه اللعيبه اللي عندها ورك ريت عالي، او اللعيبه اللي بتجري بدون كوره كتير ما بتتمشاش. فطالما عندك اللعيب ده
فهو بيقدر يبوزيشن نفسه في بيمركز نفسه في اماكن كويسه بيخليه قادر انه يقطع الكوره ويفسد لك كل الهجمات المرتده. شفنا نادي انبي سنحت له فرصتين في نهايه المباراه، واحده في الدقيقه 88 واحده في الدقيقه 92. طبعا دي كانت في بدايه المباراه، بنشوف تدخل راجل بيعمل تاكلينج بيقطع الكوره بيحول الهجمه من النادي الاهلي لهجمه للنادي الاهلي. هنا هو عارف ان الكوره نسبه كبيره هتيجي ان هو فواقف بعيد حتى عن لايم التماسك. لا والطلعه الطلعه بتاعته كمان يعني الباص الصح بالظبط. والاحلى من دول بصراحه الهجمتين اللي هو قطعهم في نهايه المباراه، في هجمتين نادي انبي كان رايح بهجمات بهجمه خطره جدا في الدقيقه 91 لاعب رايح لوحده اليو ديانج فضل باصص عليه من يعني بص يا كابتن مثلا دي برده هجمه خطره. علي ديانج واقف كويس ومحضر نفسه ان هو يقدر يتدخل في الوقت المناسب. التوقيت بتاعه في انه ياخد قرار الضغط دي اللي انا بتكلم عليها. هجمه خطره جدا يبص عليها اللاعب لو جري وقدر ان هو يفتح مساحه ويمر الكره هناك خلاص انفراد. علي ديانج فضل يقرب وقدر ياخد الكره بدون ما يعمل فاول، يعني كمان لاعب ذكي سريع بيقدر يختار التوقيت الجيد في اخذ قطع الكوره. طيب النقطه الثانيه بيظهر احمد عبد القادر، لو حضرتك تفتكر قبل ماتش الجيش كنت انا واحمد بنتكلم على واحده من النقط المشكله عندنا في الاجنحه وهي اللاعب السكيلر او اللاعب اللي بيرقص مهاري. احمد عبد القادر قدم لنا في ماتش انبي بصراحه بعد من وجهه نظري الدش اللي هو خده بعد البدانك اللي عملها في ماتش الودي، احمد عبد القادر نزل ماتش انبي عمل كل حاجه بيرفكت مركز كل حاجه عملها صح. وخلي بالك يعني انا انا شخصيا مع خروجه. نعم. ليه؟ لانه كان استهلك مخزونه البدني صح. لان ناس كتيره جدا عاتبت بيتسو على ان هو خرج احمد عبد القادر. انا شخصيا كنت شايف العكس، ان احمد هنا شكرا يا احمد وحد تاني يكمل، لانه احمد عمل مخزون طلع كل مخزونه البدني في خلال ال 60 وال 65 دقيقه اللي طلعهم. ولو كان قعد اكتر من كده بدليل ان في كورتين ثلاثه قبل ما يطلع على طول سهلين اسهل من حاجات عملها قبل كده وكانوا بيتاخدوا منه اللي هو كان بيقدر يخش في وش اللعيب. فبالتالي انا كنت شايف ان تغييره صح. صحيح. لا وكمان هنا المدير الفني ممكن يحافظ ان اللاعب في 60 دقيقه يبقى صورته افضل من 90 دقيقه. الله ينور عليك. في 90 دقيقه انت ممكن تغلط فممكن تمسح اللي انت عملته في 60 دقيقه. لان في بعض انا اسف جدا معلش لكن لان في بعض الناس وصلت ان بيتسو عايز يحرقه. اه والله يتقال كده. انت ما سمعتش الكلام ده؟ لا طبعا يعني اكيد سمعته يعني ممكن ناس تقول كده. في ناس قالت هذا الاتجاه راحت لهذا الاتجاه بص شايفه كويس جدا فطلعه علشان هو مش كلام. طبعا ما ينفعش يعمله. واحد بيكسبني واحد ماشي كويس جدا بالعكس ده انا بحافظ عليه اطلعه. وجهه نظري ده اللي حصل ان هو طلعه فنيا يطلع عشان كريم ينزل او فلان ينزل او علي ينزل او اي حد من الاسماء اللي كانت موجوده تنزل. وفي نقطه مهمه كابتن في الرول ده بيتسو موسيماني لاحمد عبد القادر في المباراه انه كان بيطلب من قفشه انه يتطرف كتير. شفنا قفشه في ماتش انبي اتطرف كتير جدا جدا على الاطراف عشان يسيب المساحه لاحمد عبد القادر ان هو يلعب في عمق الملعب كتير. وده نقطه مهمه بقى هي ان احنا احمد عبد القادر بيدينا حاجتين احنا فعلا محتاجينهم. واحد محتاجين بديل لقفشه ويساعد معاه ويشيل معاه من ضغط المباريات، ما يبقاش قفشه بس هو البلاي ميكر الوحيد للنادي الاهلي. لان برضه ساعات الرياضي في اي لعبه كره قدم تنس طاوله كره يد كره سله اي لعبه ساعات اللاعب بيحصل تشبع. انا فعلا خلاص زهقان لعبت موسمين ورا بعض وزهقان عندي تشبع. وحتى في الاوقات اللي زمايلك بياخدوا فيهم اجازه انا بروح المنتخب. صحيح فبالتالي انا ما باخدش اجازه بالظبط. وبالتالي هنا احمد عبد القادر بديل اكثر من رائع ومش بديل والله لاعب اساسي تاني مع مجدي قفشه في صناعه اللعب. الحاجه الثانيه ان احمد عبد القادر فعلا ادانا القماشه الحلوه ان احنا نقول عليه لعيب سكيلر في النادي الاهلي. ممكن نبقى النهارده بنحطه على الطرف عشان نعمل موضوع الواحد على واحد الامر اللي احنا بنفتقده بقالنا عدد من السنوات. اتمنى ان هو يفهم الكلام ده بطريقه جيده احمد علشان خصوصا بعد اللي عمله في يعني بعد البنينك اللي عملها في مباراه ما تبقاش الامور بالنسبه له ان هو لا طبعا احنا بنتكلم الكلام اللي احنا شايفينه فنيا ولو لقيناه وحش بعد كده هنقول ان هو أكيد. وحش ده مهم جدا برضه. ارقام بقى اليو ديانج واحمد عبد القادر اعتقد انت بالنسبه برضه بالنسبه لاحمد عبد القادر تحديدا انا شايف ان هو يعني ان شاء الله يعني هيكون احسن لاعب في مصر على المدى القريب. يعني انا توقعت برضه ان قفشه هيكون احسن لاعب في مصر. اعتقد ان احمد عبد القادر رايح في السكه دي. احمد عبد القادر الصفقات الجديده سواء احمد عبد القادر سواء لويس ميكوسوني الاثنين دول تحديدا ادوك حاجتين مهمين جدا جدا كنا مفتقدينهم. اول حاجه رتم السرعه، التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. الاجنحه بتاعتك حته السرعه احمد عبد القادر مستو ايه سريع بالكوره ومن غير كوره
يعني احمد عبد القادر بص حتى في اللقطه دي هو دي في بدايه المباراه اخذها كده وسط اثنين وراح ورقص كده وسط اثنين على لعيب عنده ثقه في نفسه، لعيب مهاري قوي، اداك رتم السرعه، يعني عنصر السرعه مهم قوي، السرعه بدون كوره وبالكوره، حته الحل الفردي اللي هي المراوغات الناجحه اللي هي في الواحد على واحد، احمد عبد القادر حريف جدا جدا من احرف اللعيبه اللي بشوفها في مصر، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. الحاجه الثانيه اصلا هو بيفضل اللعب في العمق، فموسيماني وظفه كجناح يمين في المباراه دي، فكون ان هو ينجح في مركز الجناح اليمين مش في العمق، ليه بقى نجح في الجناح اليمين كمان؟ لان اصلا الاجنحه موسيماني بيطلب منهم ايه؟ اثناء بناء الهجمه الدخول للعمق عشان يستلم الكوره، دايما الجناح عند موسيماني بيخش للعمق، فاحمد عبد القادر كده بيتحول كده صانع العاب، وبالتالي بص الهجمه دي، بص لعيب من لعيب بصراحه حريف جدا، وانا بشوف ان هو هيكون واحد من احسن اللعيبه في مصر اذا كمل. هو عنده حته تكايه زياده، ودي التكايه الزياده دي او شعره زياده دي بتبقى عند اللعيب المهاري، ساعات بيزودها شويه، بس ده مطلوب برضو عند اللاعب المهاري، اعتقد ان هو لو تخلص منها هيبقى واحد من احسن اللعيبه في مصر. لو بصينا على ارقام احمد عبد القادر وارقام لويس ميكوسوني بقى، اول حاجه ارقام احمد عبد القادر هو لعب في المباراه دي، بص اللقطه دي برضو، الميزه كمان في احمد عبد القادر ان هو بيروح على الجون كتير، يعني جريء على المرمى، عنده شخصيه على الجون، دي حاجه حلوه. ممكن يكون لعيب مهاري وعايز يرقص ورجله وحشه على الجون، يعني في لعيبه كتير شفناها يعني بدون ذكر اسماء، لعيبه كتير جدا في انديه بيبقى بيرقص بس مش جريء على الجون، مش جماعي مع زمايله، عايز ياخد اللقطه بس، لكن احمد عبد القادر لا، جماعي وبيروح على الجون. بص على الارقام، دقه تمريراته 77%، المراوغات بتاعته 4 من 5 صح، ده رقم كويس جدا ان هو بيعمل 4 مراوغات ناجحه. المحاولات على المرمى 3 منهم 1 صح، وهو اكتر لاعب في النادي الاهلي عمل محاولات في الماتش ده، منهم 1 من 3، فده رقم كويس جدا، صنع فرصه. والحاجه المهمه قوي بقى اللي ضافها احمد حمدي عبد القادر ولويس ميكوسوني، الدور الدفاعي، استخلاص الكوره وعمليه الضغط. النهارده احمد عبد القادر قطع الكوره 11 مره، رقم كويس جدا لما جناح يقطع الكوره 11 مره، يعني احمد عبد القادر برده بنشوف اجنحه، يعني في اجنحه على سبيل المثال مثلا مصطفى فتحي، مصطفى فتحي من احرف اللعيبه في مصر، بس على الجون الموسم ده زاد وبقى بيجيب اجوان، بس اغلبهم ضربات جزاء، بس احمد حمدي بيتفوق عليه في ايه؟ رجله على الجون احسن. احمد حمدي عبد القادر اللي هو اسمه احمد حمدي، بس احمد حمدي فيه احمد عبد القادر رجله على الجون حلوه جدا، رجله على الجون حلوه جدا وبيدافع كويس. مصطفى فتحي ما بيدافعش مثلا، انا بدي مثال بقارن نوعيه اللاعب المهاري، يعني اللاعب المهاري ايه؟ ممكن يكون لعيب حريف بس مش بيدافع، لا احمد حمدي بيدافع كويس، مهاري، رجله حلوه جدا على الجون، وعنده شخصيه ويقدر يرقص اكتر من لاعب وجماعه مع زمايله. فاحمد عبد القادر لو تخلص من حته اللي هي التكايه الزياده اللي عنده حته تكايه زياده كده، لو تخلص منها واندمج مع النادي الاهلي، اعتقد ان هو هيبقى، اعتقد ان هو ممكن يكون صفقه الموسم كمان مع بيرسي تاو. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنشوف الكلام ده على الشاشه، وايضا هنتكلم عن المباراه الوديه واهم المكاسب في هذه المباراه الوديه. النهارده الاهلي لعب طبعا مباراه وديه امام فريق الغابه وكسب 7-0، اهم المكاسب وكل هذه الامور من خلال الشاشه اللي دائما بيكون متواجد عليها كريم سعيد واحمد ثابت، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد خليني ابدا معاك، واهم الايجابيات اللي حصلت في مباراه امبي ولويس ميكوسوني. طبعا ميكوسوني زي ما قلت لحضرتك هو اضاف السرعه، هو واحمد عبد القادر اضاف السرعه واضاف الحل الفردي المراوغات، والاثنين بيدافعوا كويس، فالثلاث نقط لما تلاقيهم في جناح دي حاجه كويسه. نشوف معانا اول حاجه الحالات بتاعه لويس ميكوسوني، هنلاقي ازاي هو عنده حته الرؤيه ولعيب عنده شخصيه، بص بيستلم ازاي وبيروح، عنده مهاري قوي، بيرقص في مساحات ضيقه، عنده بياخد دايما اللاعب على القدم الثابته، فدايما دايما بيدخل للعمق وبيرقص دايما، هو في اي تحديدا في الشوط الثاني كانت بدايه الهجمات دايما من عنده لما ميكوسوني بيخش للعمق. نكمل برده نشوف الحاله الثانيه، بص ميكوسوني فين بتتلعب له برضه، هتلاقيه وسط دايما داخل للعمق اهو، هو اللي عليه الايه اللي وقف، هو اللي دايما اللي عليه اللي سبوت، وهو اللي بيستلم من العمق دايما، بص ميكوسوني. فاذا كورته حلوه ولعيب مهاري، بص الترقيصه دي، رجع استاذ سمير، رجع الترقيصه دي، شوف جمال الترقيصه دي، لعيب عنده الحل الفردي ولعيب عنده الثقه في نفسه، بص خدها ازاي السبعايه بتاعت زمان دي، بص على الواقف كده حاجه، يعني بص الحل الفردي اللي هو الواحد على واحد، مهاري جدا، عنده ثقه، بيستلم بجوه وبيخش للعمق وبيجمع اللعب، وفي نفس الوقت بيدافع كويس. هو في الماتش ده عمل 6 مراوغات ناجحة من 6 بنسبه نجاح 100%، هو الاعلى في المباراه رغم ان هو نزل الشوط الثاني، تمام، وبالتالي ده رقم كويس. يعني نكمل برضو،
نفس الفكره برضو اهو. اليو ديانج بيلعبها ليه؟ برضو لويس ميكوسوني نفس الفكره، بيستلم وبيخش للعمق، بيجمع اللعب، بيطبق الفكر بتاع بيتسو موسيماني. فاذا هو ضاف لك الحل الفردي. هو ايه اللي ناقص بقى لويس ميكوسوني؟ الحاجه الوحيده اللي ناقصاه دي برضو حاله مهمه جدا لويس ميكوسوني. يعني بص الكره اتقطعت، هتتقطع هنا اهي، طبعا اليو ديانج في وسط الملعب بيقطعها، بيروح لوليد سليمان بيجمع اللعب. بص ميكوسوني بيستلم فين؟ في اخر الملعب، وبعدين بيخش للعمق، دايما بيرقص وبياخد اللعيب على الثابته وبيكمل. اذا لعيب زي ما احنا شايفين كده، الرؤيه اللي قدام، حل الفردي مميز، بيستلم وبيخش للعمق. الحاجه اللي بعد كده برضو اللي بيدافع بشكل كويس جدا ومهاري. ايه اللي ناقص لويس ميكوسوني؟ ان هو يجيب هدف وياخد الثقه. ناقصه المحاولات، هو صفر محاولات في المرمى، يعني ما راحش على الجون، ما فيش محاوله على المرمى كده. في واحده اللي هي الشاطه دي ما اتحسبتش محاوله. اتحسبتش اه. يعني فلسه حته المحاولات على المرمى اللي هو ياخد الثقه. فهو لو جاب هدف اعتقد ان احنا هنكسب لعيب مهم جدا، وهيبقى فيه انت شايف اضافات كتير، يعني لويس ميكوسوني، احمد حمدي، احمد عبد القادر، وداخل معاهم كمان ما ننساش بيرسي تاو، ما ننساش عمار حمدي. بالمناسبه عمار حمدي النهارده لم يشارك في الوديه لانه مصاب في الظهر واخد راحه، وهيشارك بكره او بعده في التمرين، فده برضو اضافه وهيديك سرعه كويسه. كريم تمام، عايز برضو اشرح اللي عمله اليو ديانج في المباراه، وليه النقطه المهمه جدا يا كابتن اسلام، وجود اليو ديانج والورك ريت عنده. هنا بنتكلم ان البدايه من الهجمه تشوف ان اليو ديانج سرعته في المنطقه دي، وهي كانت هجمه تاني على النادي الاهلي، واحد من افضل اللعيبه عندك اللي بتاخدك من حاله الدفاع لحاله الهجوم في اقل واسرع وقت زمني، عشان كمان يعمل عامل المفاجاه عن المنافس. بمعنى اللي بيتفرج على المباراه لما بيشوف اليو ديانج في الحته دي طالع باقصى سرعه عنده في نص الملعب، وبيلعب التمريره وبيقدر ان هو ياخدها تاني ويمرر التمريره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنا بالظبط هو بيعمل دور البلاي ميكر. هو الهجمه دي كلها مين اللي صنعها؟ يا وزن عبد القادر في الاخر. الكوره جت جون اللي بداها اليو ديانج، ده من بس كوره هو خد فيها قرار ان هو يفتح سبرنت في نص ملعب. لو انا مثلا بتخيل، معلش انا اسف لو ممكن بس الكاميرا تجيلي، لو انا بتخيل في اللعبه دي، لو انا خدت الكوره وبدات استلمتها قدام منطقه جزائي ولفيت ورجعت بيها وبدات ابني اللعب زي اللعب العادي بتاعي والكره مش لعب، هل كان ممكن في مساحه انها توصل لاحمد عبد القادر في انفراد بمرمى؟ كان مستحيل. فهنا لازم نبقى فاهمين ان اساس الهجمه ووصولها بالشكل ده، وان يعني معاك لاعب في خط الوسط قدر ينقلك من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي بشكل سريع. تاكيدا لكلامك، فاكر ماتش الوداد المغربي؟ ايوه نفس الحكايه بالظبط، الانتاج الحربي في الدقيقه 92 ولا والانتاج 93. الحربي برضه نفس الفكره، فكره اللي هي الجاري دي. بص بقى هنا يا كابتن اسلام، اللعبه دي انا عايزين نركز على حاجه مهمه جدا، نظره اليو ديانج للمنافس، ازاي النهارده هو بعيد عن اللعب وشايف ازاي النهارده ان المنافس ممكن في المرحله دي، يعني بنتكلم مثلا على 17 متر او المسافه اللي من اليو ديانج لغايه لاعب الانبي، هو بعيد عن اللعبه مش مشارك فيها اصلا، اللعبه دي هو مش مشارك فيها وبعيد تماما، ازاي هو ذهنيا بيقدر يقرا اللعبه هتروح فين عشان اخد قرار التدخل؟ هنا القرار ده مبني على حاجتين، مبني على توقع من اليو ديانج اصلا ان الكوره ممكن تيجي في المساحه بتاعته، زي هنا بالظبط، الكوره دي لاعب انبي بيلعب الكوره عند زميله وهو اصلا بعيد جدا، اليو ديانج في مساحه تانية ما بينه وما بين اللاعب، مساحه كبيره وهو مش مشارك فيها، لكن هنا هو بيتوقع ان انا النهارده ازاي لو الكوره جت في المربع بتاعي، يعني اليو ديانج النهارده مش واقف بس في مكان، لا ده هو عامل ما يشبه المربع ما بينه وما بين لعيبه نادي انبي المنافسين اللي واقفين حتى مع زميله في النادي الاهلي، في مربع انا حميه بحيث لو الكوره جت في المربع ده انا على طول انقض واقدر استخلصها، وده اللي حصل، الكوره بعيده عنه واتلعب التمريرتين على طول، اليو ديانج بيخش يحمي فرقته، بيحمي نص الملعب وبيقلب الوضع من الفريق من الدفاع للهجوم. هنا بنتكلم برضو كوره لنادي انبي في نهايه المباراه، بنشوف دي ربما تكون سهله شويه ان هو قريب من اللاعب المنافس. انا عاجبني في اليو ديانج القرار بتاعه، ازاي النهارده انا بعيد عن اللعبه وبقدر هنا كوره باخر نفسي كام خطوه عشان اقدر استخلص الكوره وكمان احولها لهجمه ليا، فبيعمل الدورين. دي تاني
احلى لعبه بصراحه الاهلي ده في وجهه نظري. كوره كانت هجمه خطيره جدا دي امبي، فرصه سهله جدا ان هو يجيبوا منها هدف التعادل، ولكن الاهلي ديانج بيقدر يحسب كمان امتى يعني اجري بسرعه شويه او ازود السرعه عشان انقض واعمل عمليه استخلاص الكره. بدري بانون، بدري بانون طبعا واحد من المدافعين المهمين جدا اللي فرق معانا على فكره وغيابه في ماتش السوبر وغيابه في الثمان مباريات في الدوري في الفتره الاخيره. تعال نشوف بدري بانون واحد من اللعيبه اللي بتدي. اولا نوقف هنا بس، بص هو المدافع اللي هو حتحوت المهاجم بتاع انبي عدى من ايمن اشرف، بص بدري بانون بيرحل ازاي. تعال نبدا بقى اهو، بص بيبص، بص البصه دي الاول بيشوف مين اللي جاي وهيضم ازاي. ده انفراد، ده اللعيب ده رقص ايمن ورايح انفراد. بص بقى بدري بانون هيتعامل معاه ازاي، هيخش هيسيبه يروح لبره الخط ويعمل التاكلينج المناسب بدون ارتكاب اخطاء. دي اهميه بدري بانون في التغطيه على المدافع اللي جنبه. هو اولا اللعبه دي كانت في الدقيقه 60 والنتيجه 0-0، فالكره دي كانت ممكن تبقى 1-0 الانبي لو راح على المرمى يعني. فبدري بانون واحد من المدافعين المهمين جدا 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 واللي بيدي تقل للمدافع اللي جنبه. انا اسف المقاطعه يا احمد، انت عارف اللعبه دي هتقول بس لو زق الكره كابتن اسلام زقها وحط رجله وعم وخلي بدري بانون يحط رجله في توقيت خاطئ خلاص على طول ضرب جزاء. بس ده ذكاء من بانون في توقيت التايمنج بتاع التاكلينج، ولازم الناس تعرف ان الكلام ده احنا بنتكلمه ده ربما احنا بنتكلم طبعا في التكييف والاضواء ولابسين بدل والدنيا حلوه كل والدنيا حلوه كل حاجه، انما في الملعب الكلام ده من اصعب الامور اللي انت ممكن تتخيلها، ان هو لاعب رايح توقع في ثانيه، ده جزء من الثانيه ان هو لو تحس ان احساسه ليبرو، تحس ان هو عامل زي الليبرو كده يديله ضربه جزاء، وربما لو حكم كمان يعني شديد شويه عليك هوب طرد وانتهى الموضوع بالنسبه لك. فلازم فعلا بصراحه الهجمه انت جبتها دي واحده من احلى الهجمات. الحاجه الثانيه بقى ده دوره في التغطيه والتاكلينج، تعال بقى نشوف دوره في التمرير الطولي وعمليه بناء الهجمه. انت دايما لما بتلعب قدام فريق بيلعب دفاع منطقه محتاج واحد يديك تمريرات اللي هي بتضرب الثلاث خطوط زي التمريرات دي، اللي هي وانت واقف بس كده بيديك تمريره بتضرب الثلاث خطوط. دي اهميه دقه تمريرات بدري بانون، ما كانش عنده غير ثلاث تمريرات خطا وكان اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه. بص التمريرات الطوليه دي اللي هي بتضرب خطوط الفرقه، دي لعيب عنده الرؤيه. لما انت حتى كمان لما بتلاعب فرقه عندها بتلعب عليك ضغط عالي بتبقى محتاج مدافع بنفس نوعيه بدري بانون. برده هو بيطلع الكوره لحسام حسن، وبالتالي بدري بانون عودته فرقت كتير جدا، يعني عوده بدري بانون، عوده اليو ديانج، مكسب احمد عبد القادر، مكسب لويس ميكوسوني، كل حتى دخول حسام حسن في الهدف اللي احرزه والثقه، والنهارده برده لما احرز هدف حسام حسن مكسب كبير. فانت واحده واحده مع فتره التوقف اللي جايه ال 21 يوم اعتقد ان شاء الله البناء جاي. طيب عايزين الارقام بقى لهؤلاء اللاعبين. تمام، اول حاجه ارقام لويس ميكوسوني، تعال نشوف ارقامه. اول حاجه هو عامل 6 مراوغات ناجحه من 6 بنسبه نجاح 100%، لعب 36 دقيقه بس، عامل 3 تمريرات خطا من 29. أيوة. يعني 3 بس خطا، دي رقم كويس بالنسبه لجناح نسبه دقه 90%. نسبه نجاح في المراوغات زي ما قلت 100%، قطع الكره كم مره؟ 6 مرات، يعني مجرد لعيب لعب 36 دقيقه قطع الكره 6 مرات رقم كويس جدا، يعني بيدافع وبيستخلص بشكل كويس. فقد الكره مرتين وده رقم برده كويس. في لعيب مهاري يبقى بيفقد الكره كتير ويضيع الهجمه، لا، فميكوسوني ارقامه هو اللي ناقص بس محاولات على المرمى صفر، هو دي الحته اللي ناقصه ميكوسوني، الثقه، الشوطه على الجون يجيب هدف وياخد الثقه. اعتقد ان احنا هنكسب جناح مهم جدا. اللي بعده وفي كل الاحوال ده برده تاني ماتش ليه يعني. يعني انا دايما انا الحقيقه مش عارف، انا بشوف ان لا، واحد زي لويس ميكيسوني انا جايبه واثق فيه وعارف ان هو لعيب كويس، هفضل في وراه على الاقل على الاقل 5-6 ماتشات. وجهه نظري اتفضل. ارقام بدري بانون معانا لعب في المباراه، طبعا هو كان لاعب اساسي، لعب 90 دقيقه كامله، بنتكلم على تمريرات صحيحه 84 تمريره صحيحه منهم يا كابتن اسلام، دي نقطه مش هتيجي في الارقام، ان بدري بانون تمريراته ريسكي باس، يعني بيعمل التمريرات اللي فيها مخاطره ما بين الخطوط، ما بيلعبش تمرير عرضي، ما بيلعبش تمرير خلفي، لا ده تمريراته للامام وبين الخطوط، وبالتالي بيدي فرق للفريق. وطبعا قدر يقطع الكره 21 مره طبعا بصفته انه راجل مساك ومدافع، وبالتالي بيتعرض للموقف دي كتير، وارتكب خطأين بس، وبالتالي ده بتعرف ان هو لاعب بيحمي نفسه من الكروت وبيحمي كمان فرقته من هم يعني يحصل لها فاولات في اماكن خطر. اليو ديانج وارقام اليو ديانج. طبعا اليو ديانج كساحه الالغام بتاعتنا في وسط الملعب، لعب 90 دقيقه تاني اكتر من قطع الكوره بعد بدري بانون. تعجبني المصطلحات بتاعتك يا احمد، كساحه الالغام. بس انا بحب اليو ديانج جدا. مش انت لوحدك حضرتك، مصر كلها. 15 مره المراوغات الناجحه 2 من 3، كسب كام التحام؟ 10 من 17 كويس، يعني 10 من 17 التحام، فقد الكوره 4 مرات بس، صنع فرصتين وده دليل ان هو بيدافع وبيهاجم الارتكاز العصري.
التمريرات الصحيحه 79 تمريره صح من 83 بنسبه دقه 90%، وراح على الجون محاوله واحده. فاذا ارقامه بتقول لك ان هو دفاعي وهجومي، وده الارتكاز العصري. الحقيقه برضو خليني قبل ما انهي هذه الحلقه اسالكم عن قائمه المنتخب الوطني من وجهه نظركم سريعا، يعني في 3 4 دقائق اسمع رايك يا كريم ورايك يا احمد برضو. هو طبعا يعني اعتقد كارلوس كيروش مش هيبقى عنده المساحه ان هو يختار حاجه بنفسه او تبقى دي اراءه الفنيه، بس هو النهارده الحقيقه في المؤتمر الصحفي قال، ما اعرفش انت تابعته؟ سمعت. قال كلام كويس. يعني افلح ان صدق، انا قلت في البدايه افلح ان صدق، ان هو لو عمل كده يفتح الباب للناس ويفتح الباب المنتخب للناس، يعني ان هم يكونوا متواجدين وكده. اعتقد ان ده شيء جيد، وهو طبعا جاي في وضع ضغط. يعني بنتكلم هو جاي في وضع ضغط، ماتشين مع الفريق المتصدر للمجموعه، بنتكلم عن المنتخب الليبي، وماتشاتنا دايما مع ليبيا ماتشات الامانه سخيفه جدا، يعني تاريخنا مع ليبيا في التصفيات عامه يعني ما بيبقاش افضل شيء، وبالتالي هو الضغط. واعتقد في وجهه نظري هو محتاج ان هو فعلا يعتمد على القايمه اللي كانت الفريق ماشي بيها في الفتره الاخيره، وطبعا نتمنى له التوفيق، لكن طبعا مش هنقدر نحكم عليه حتى ولا بصراحه الماتشين الجايين. هم راجل لسه اول ماتشين له بالنسبه له، وفي كل الاحوال احنا نتمنى طبعا ربنا يوفقه، وان شاء الله المنتخب يكمل ليه الدور الثاني في تصفيات المونديال. هو اخذ 24 محلي و9 محترفين 33. لو بصينا كده على المراكز هنلاقي ان هو في حراسه المرمى هو نفس الـ يعني اللعيبه اللي موجوده، وضاف عليهم محمد صبحي. هو فكره ان انا هضيف حارس رابع صغير اديله خبرات، لكن مفيش نقاش في ان الحراس اللي واخدها بصراحه كويسين جدا. لاول مره من فتره تحس ان القايمه ما فيهاش ظلم لاعب معين، حتى ان هو واخد القايمه دي بصراحه دي حاجه بتقوم مؤشر كويس ليه. تعالى برضو على ناحيه المساكين، وتحس برضو ان القايمه ما فيهاش واحد صاحب واحد حبيب واحد، انا بحب احمد السيد فجايبه، انا بحب ما فيهاش كريم سعيد. حتى قايمه المدافعين حجازي الونش برضو نفس القايمه، وباهر المحمدي ناحيه اليمين هي بس اللي فيها نوعا ما عجز شويه، اكرم توفيق واحمد توفيق وهيخش معاهم باهر المحمدي. فانت اكرم توفيق طبعا ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي، ولكن الباك اليمين الاساسي اللي هو بيدافع وبيهاجم او مركزه باك يمين لسه مش موجود قوي في المنتخب، دي الحته اللي ناقصه حتى يبقى حد مع اكرم توفيق. ناحيه الشمال طبعا عبد الشافي اتصاب فاخذ محمد حمدي من بيراميدز، وفي النادي الزمالك برضو احمد ابو الفتوح، واخذ كريم حافظ برضو ده نوعا ما بيجربه وممكن يجي، هو هجوميا كويس ولكن دفاعيا لسه برضو الحته دي. فاعتقد ان هو واخد برضو خط الدفاع بشكل كويس. وجود 7 أو 6 ارتكاز، هل كارلوس كيروش هيلعب بيه 3 ارتكاز طريقه لعبه المفضله؟ يعني هو واخد طارق حامد، عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمد النني، سام مرسي، واحمد توفيق، ادي كده 6، يعني واخد 6 ومهند لاشين 7. فهل وجود 7 ارتكاز في قائمه منتخب مصر معناها ان هو هيلعب ب3 ارتكاز اللي هي الطريقه المفضله اللي هي 4-3-3؟ دي برضو اللي هنشوفها. نيجي لصناع الالعاب قفشه وعبد الله السعيد، اعتقد مفيش خلاف معاهم، وهيخش معاهم في الفتره الجايه اعتقد احمد عبد القادر بالمستوى اللي بيقدمه مع النادي الاهلي. نيجي للاجنحه، محمد صلاح، احمد سيد زيزو، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر مصابين فتم استبعادهم، ده الخلاف بس ما بينه وما بين كابتن حسام البدري. نيجي بعد كده برضو لمصطفى فتحي، لا هو ما خدش عمر جابر برضو، ما خدش عمر جابر في الارتكاز، واخد مهند لاشين ماشي بشكل كويس. احمد سمير مع طلائع الجيش برضو، هو اخد من الاهلي وبيراميدز والزمالك والجيش، ودول دول اغلب العناصر، اهلي زمالك بيراميدز ليه؟ لان دول اللي بيلعبوا، هو اللي اتفرج عليهم، ودول اللي بيلعبوا، ودول اللي يعني البدني بتاعهم جاي، ومع المحترفين حتى اعتقد ان احنا هنشوف المحترفين بشكل كبير اكبر. ليه؟ لان هم اللي بيلعبوا. نيجي برضو لراس الحربه، هو عنده المهاجم المحلي الوحيد محمد شريف، اخد معاه كوكا، اخد معاه عمر مرموش اول مره نشوفه، واعتقد ان هو يستحق، الراجل بيلعب في شتوتجارد الالماني وفي الدوري الالماني، لازم نشوفه ولازم نجربه. اخد معاه احمد ياسر ريان ماشي بشكل كويس في تركيا برضو، مهاجم كويس جدا، ومصطفى محمد. انا بس اللغة يعني الحته الوحيده اللي شايفها اعتقد مصطفى محمد كان يعني كان يستحق العقوبه حتى لحين ظهور اعتذار منه، انا بطالب مصطفى محمد بصراحه باعتذار رسمي منه لمنتخب مصر او للناس اللي شافت اللقطه كلها. عموما نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، انا بشكركم جدا على وجودكم دائما معانا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنتكلم اكتر عن الدوري بقى، ظواهر الدوري والمدربين الكتير اللي اتغيرت، وانا كنا المفروض هنتكلم النهارده عن حاجه تخص ظاهره التوانسه اللي موجودين في مصر، هنتكلم عن كل هذه الامور ولكن ان شاء الله في الاسبوع المقبل. انا بشكرك جدا يا كريم، انا بشكرك جدا يا احمد على وجودكم معانا، اشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في البيت الكبير في تمام الساعه 10. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله، انتظرونا غدا وحلقه جديده من البيت الكبير.